أحسن الله إليكم. المرسلة فاء راء من الرياض تقول: إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد لدينا قريبة تغتاب الناس وتقوم بنقل الكلام بينهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وذلك لزرع الكراهية والبغض بين الأقارب، وتقوم بتقصي أخبار الناس والاطلاع على أسرارهم، فبماذا توجهونها ومن تفعل فعلها؟ جزاكم الله خيرا. نوجهها بالتوبة إلى الله وترك هذا العمل، وألا تتجسس على الناس أو تتحسس أحوالهم. عليها أن تعتني بنفسها وأن تحفظ نفسها من أذية الناس والاطلاع على أخبارهم وعوراتهم، لا مصلحة لها في ذلك، بل هذا من المضرة ومن الإضرار بالآخرين، إلا في الأمور التي هي من أمر المنكر فهي تعمل هذا من أجل أن تنكر عليهم وأن تنصحهم، هذا شيء طيب. أما مجرد الاطلاع على أحوال الناس وتصرفات الناس، الله لم يكلفها بذلك، وأيضا هذا فيه إفشاء لأسرار الناس والاطلاع على ما لا يحبون الاطلاع عليه من أحوالهم، والله أعلم. نعم.